السلام عليكم. اليوم بتكلم عن السواقة شوي عندنا هنا في الرياض أو في السعودية بشكل عام. خلينا نرجع ورا شوي، نرجع من يوم ما كنا صغار. أول شيء يا عزيزي الشائب ورعك لا يسوق، يا أخي لا يسوق يا أخي. ما أول شيء أكيد ما يعرف يسوق، هو ما نضج عقليا أصلا عشان يتحكم بشيء بهذه الخطورة اللي هي سيارة ممكن تقتل ناس، ممكن يخش علينا في البيت يا أخي. إلا لو ضرورة، إذا ضرورة بعد يا أخي لا يسوق سيارة، عطى دباب بطة، عطى سيكل، حرام عليك يا أخي. في الجنوب عندنا العالم كثيرين يموتون كله من ورعان. جيك ثلاثة عمره ثلاث سنوات باقي أسنانه لبنية لذيك ضرطة كذا، هو باقي ما نضج أصلا الطفل عشان يحرك مقود أو يحرك سيارة. بعدين يعطونا شاص في الديرة عندنا، تستهبل أنت الورع، ما يقدر يركب أصلا يا أخي. يفتح الباب ينط، بعدين يدور الدركسون، يمسك كذا باليالله الجير هناك، تلقاه بعيد وتلقاه واقف عشان يمديه. يا أخي تستهبل أنت، حرام عليك يا أخي، حرام عليك. نحن أوكي درب ورعك صح، هو فيه شوف فيه نوعين، في نوع يدربون أطفالهم على السواقة أول ما يبدأ يكبر كذا أبو 15-16، ونوع يدخله دلة. انا ابوي من الناس اللي هو دربني، لان دله ما في منها فائده اصلا دله بتدخل كانه اختبار، تحفظ اوكي ايوه هذه قف، هذه في شارعين ويجيك مقطعه، بس كانك في اختبار تاريخ، تطلع تنسى كل شيء. انا ثلاث سنوات اسوق ما اعرف علامه قف وش معناتها اصلا للحين، ما ادري انه لازم اوقف عندها ثلاث ثواني. ابوي علمني السواقه في براحه، نظام اللي كل ما تطفى علي يصفر لي قف، وزنت ام الكلج خلاص صرت خايف. يعني اصلا انا اسوق اصلا تعرف في البدايه كيف تكون خايف، انه الدركسون ما هو في النص، انت متعود على السوني عرفت. بعدين في هنا يمين في واحد شنب، ابوي شنب وعسكري ما عنده، ما شاء الله يده كانه الطبق بيض، نصطر امك كفين صرت محترف. عادتي الاول بعد جاني كفين ثانيه ما عاد صدمت خلاص. فايوه علموا اولادكم بالضرب، علموهم كيف يسوقون عشان يحترمونا اذا كبروا. طبعا بالعكس ترى اللي سواه ابوي، انا لا اشتكي ضده، وانا عاجبني التعليم بالضرب كويس، بس لا تفهم غلط انت بعد تروح تجيب عجره وتفلق ولدك وتقول والله فادي قالوا اضربوهم، لا مو كذا، اضرب بشويش يعني شوف زي هذه، بس اقول اسمع لا تضرب وديه دلة ان شاء الله، وديه دلة وعقبال ما يصدم كم بعد كم سنه. اوكي خلصنا من الصغار، اوكي انت صغير ما تعرف، بس انت يا ابني يا كبير يا اللي قاعد تسمعني، شوف من 19 وفوق 18 وتحت اوكي انت باقي في مرحله انا رجال لا بفحط مالك دخل، عطوني وخلنا نسرق مفتاح السياره ومسوي لي فيها زاحف، لما تصدم ويمسكك عسكري يمغط قدام بيتكم تعلم بعدها. اللي فوق 19 يا ابني في اشياء في السياره ما صنعوها الا عشان تستخدمها يا اخي، مثلا الحزام، حزام الامان، والله العظيم اذا انت سبك انت سبك، ما له دخل حزام الامان، اذا انت رابط الحزام ما حد حيقول عنك سبك يا ابني، وخلي يكون سبك عادي، بس اذا صار حادث هو محطوط لحمايتك انت يا بجم، زي الايرباج، ممكن تسوق سيارة بدون ايرباج يجيك دول عادي متعودين، لا مو عادي لا تسوق بدون لا يا اخي. ثاني شيء في شيء اسمه الاشارات اللي على اليمين ويسار، تعرفها اللي ضغطت فوق تروح يمين وتحت، انا متاكد انك ما ادري هي حق تحسب انها مساحات. هذه يا ابني يا استاذي الكريم، اذا انت تبغى تلف انا وراك، انا ما اقرا افكارك، انا ما ادري انت وش تبي في مخك، ما ابغى اقرا افكارك اصلا. دق شوف معاي، فوق يمين تحت يسار، وفي شيء اسمه فليشر، فليشر مو بس للتفحيط يا استاذ الكريم، فليشر تضغطه اذا في مثلا قدامك شيء لازم اهدي، اضغط فليشر مو فليشر ما نحتاج على البيبان على طول. في اشياء بعد نستخدمها بعنف، مثلا زي بوري، شوف انا مع عليم اللي مثلا يدق بوري عشان يسلم، عاد انا ادق بوري عشان اسلم، انا عليم اللي يدق بوري عند الاشاره يا استاذي، في ناس يدقون بوري لما يشوف باقي ثلاث ثواني وتصير خضره، يعني حتى مو صارت خضره باقي تقول يا اخي ايش تبي يا اخي، ما في زر يقول لي طير، ما اقدر انزل واشيل سيارتي واركض من بين ما في حتى خاصيه تروح على جنب، يا اخي حرام عليك يا اخي. يا عمي تدري انا ما عاد ابغى، يا عمي فك امنا، انا سواقه ما عاد بسوق. أقول لكم يا عيال، الأخبار اللي قرأناها آخر مرة نبغى أخبار أجمد من كذا يا عيال، عرفت شلون؟ نبغى البحر شوي ندسم يا عيال. طيب شوفوا في خبر أنا جبته لكم، هل 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 إن شاء الله السحر إذا فيك تريد يا شيخ، وين كنت؟ وين كنت؟ أسقي البرد. الله يا ورد يا جميل أنت يا حلو يا الورد. إيش؟ والبحر؟ إذا أنت رجال خليك مكانك يا مجتمع. تعال تعال تعال، شوف جايب خبر اليوم يحبه قلب قلبك. خبر ملكة
تايلاند. خبر نفس الخبر ما طلع من جديد نفس همي شكرا على المشاركة حبيبي حبيبي والله يعطيك العافية خلاص خلاص تقول يا الورد اللي سقيته هذا اسأل حمادة ما انت بحر رومانسية من علمك الكلام ذا يا ولد يا خطير انت مصيبة الولد ذا ايش يسمونك يا ضامك شارك كيف شوفوا يا عيال في عالم كيميائي امريكي حلو اسمه روبرت صدقني صدقني انت اسحب صفقتك ذي اذا دريت وش سوى هذا عام 1859 يا عيال مره قديم حلو هو اخترع كريم معروف في العالم الاول اتوقع في العالم عموما هذا الكريم كان يتوقع ويعتقد انه له قدرة علاجية خارقة على الشفاء مو بأنه يحطه على الجروح أو يحطه على البشرة أو كذا كل يوم يأكل ملعقة يا حبيبي اسحب الصفقة قديمة هذه كانوا يأكلون عندنا من جد بس فعلا يعني حنا نقول دائما حنا صح بس كانوا في أوليد مفروضون في الصابون يا أخي التايد كذا انتوا ما عندكم التايد اللي في حبيبات ترى من جد أتكلم والله في كبار في السن يأكلون الكريم يحسبونه قشطة ما أدري والله من جد والله لا الحين قاعد أتكلم من جد والله سوي زي المحامي دكتور نفسي في مفهوم من جد في مفهوم لقطع كلامك طارق خاطئ في مفهوم خاطئ عند بعض الناس إنه يجيني حرق لا سمح الله يحطني عليه معجون هذا خطأ خطأ كبير يا حلو يا كومنت يا لايك أشخصنها معك أشخصنها معك طيب أدولف هتلر على رأس السلطة في ألمانيا كان محظور على رجال الشرطة والمزارعين أنهم يسمون أي أحد اسمه أدولف هتلر على أحسنتهم زيد أنا أقول طولت اليوم بأخبارك الوضع يبغاله فوتوتشيني ألفريدو الله كثر هذا وعبد الله يبي كاتشب وكثر ضبط ام وضع يعني ما اشارك مره اليوم خلينا الاخبار كذا مره يعني بصراحه يا جوعان عشاء 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 طيب شوف مشاهدينا بما انه حبيبنا سعود يبي ينهي الموضوع الفريد تقيكم ان شاء الله بحلقه جديده بكره في استراحتنا يعطيكم العافيه طبقه طبقه يبون صبقه لعيونهم